اسمعي الكلام. ايه هي؟ هي مين يا ميك؟ يعني بس انت قلقانه من ايه؟ انت قلتي البيت ده بتاع مين؟ مش هوصيكي يا حمدون. انا مش انا احسن حد يستعوض. ما تخافيش يا حبيبتي. ايه ده؟ انت في حد جاي لك ولا ايه؟ تلاقي واحده من حبايبنا زيك كده قصداني. ما تقلقيش. العواف، اكيد انت الست حمتومه، صح ولا انا غلط؟ ايوه يا اختي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا بيك. دي الست مطر اللي حكيت لك عنها. يا اهلا وسهلا يا ست نطره. طب اسيبك انا بقى. سلام. مع السلامه. ابقي طمنين عليكي. مع الف سلامه يا اختي. هي مين الست دي يا خاله؟ حنتوش منتوش طربوش منفوش. الله حي. وشفتهم بعينيك؟ ايوه يا ياسر باشا، وفضلت وراهم لحد ما طلعوا. والبيت ده بتاع مين؟ البيت ده بتاع واحده منبوشه كده رجاله. واخد بالك علي؟ واضح يا فندم ان مشوار حريمي يخص لعبه الدجل والشعوذه بتاع الستات دي. اهو احنا بقى وسط اعمال الدجل والشعوذه دي ممكن نعرف كل حاجه عن البيت ده تحديدا. اكيد طبعا يا فندم. بس يا فندم في حاجه حصلت. حاجه ايه؟ كان في واحده موجوده واول ما شافتهم وصلوا مشيت. والواحده دي انت تعرفها؟ ايوه يا باشا اعرفها، عز المعرفه، من ايام ما كنت براقب افندينا. افندينا؟ ودي مين دي بقى؟ شو مرات ابو سنه. حلو قوي الكلام ده علي. ارجع يا ابني ورا شويه. الحجاب ده تخيطيه في الطريق بحدته. امسكي يا ست نطر. والسائل ده تستحمي بيه مرتين في اليوم، مرة الصبح أول ما تصحي والمرة التانية بالليل قبل ما تنامي. وإيه الكيس ده كمان؟ دي رملة مبروكة تفركي بيها كعب رجلي. هي كده عاملة زي الحجر يا ست مطر. حاجة زي كده يا أختي. يا أختي أنا كعب رجلي زي الفل، مش محتاج يعني، ما تقولي لها يا سوريا. لا ست مطر ما تتوسش في النظافة، فلة من جوه ومن بره. الحكايه يا اختي ملهاش دعوه بالنظافه. امال ايه؟ كل ده من كيس الرمله دي؟ الكعب ده هو بربط الفرس، والرمله دي مبروكه. اول ما تفركي بيها كعب رجلك هتلاقي وشك ده قمر 14 والدم بيبج منه زي النافوره. ماشي هعمل لك كل اللي انت عايزاه، المهم البال يرتاح وعيش بقى زي بقيه الناس. الله حي. حنتوش منتوش طربوش عليكي في البيت. انت كنت فين؟ تعالي عايزاكي تعالي. خدي. مش انا عرفت جوزك بيهج كل يوم وبيروح فين وليه مش طايقك ولا عايز يخلف منك؟ بيحب رقاصه. لا هو انا بقول لك ده وكحه؟ بقول لك رقاصه. ما اعرفش يا اختي بينها عامله له عمل ولا ايه. اتقصت وعرفت. مش انا قلت لك هجيب لك قراره؟ واديني جبته عشان تعرفي ان انا جدعه وبوفي بوعدي. رقاصه واسمها رمانه، وتعرفه من قبل ما يدخل السجن، وبيقولوا يعني ان هم عندهم حكايات بينهم وبين بعض يا اختي ولا الف ليله وليله. ما تخافيش قوي كده يا اختي، هنتصرف. لازم نعمل حاجه ونخلص من البت دي. بس اوعي تقولي لسي خميس اني قلت لك حاجه ولا ابو سنه ده ينيل عشتي. انت عارفه ان انا بحبك وخايفه عليكي، وبعدين خير ان تعمل شر ان تلقى.